استغلال المعلومات حصلت عليها عناصر الشرطة بفرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة الزبوجة تفيد بقيام أحد الأشخاص ببيع وترويج المؤثرات العقلية بإقليم الاختصاص، وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية ومباشرة الأبحاث والتحريات مكنت العملية من توقيف المشتبه فيه الذي يبلغ من العمر 37 سنة وضبط وحجز كمية معتبرة من المؤثرات العقلية تقدر ب 2875 قرص مهلوس ومبلغ مالي من عائدات بيع وترويج المؤثرات العقلية وقدر بأكثر من 70 مليون سنتيم. وبعد استيفاء ملف الإجراءات الجزائية أحيل المشتبه فيه أمام الجهات القضائية بتنس.